جميلة والوحش. يحكى أنه عاش في قديم الزمن تاجر غني له 3 بنات جميلات، وكانت الصغرى هي أجمل الأخوات واسمها جميلة، وكانت طيبة القلب ولطيفة جدا. ومع أن أختيها كانت جميلتين أيضا، فإنهما لم تكونا طيبتين ولا لطيفتين. كانت كل منهما تحب نفسها كثيرا ومتكبرة. وفي أحد الأيام عاد الأب إلى المنزل وقد ظهر عليه الحزن الشديد، وعندما سألته بناته عن سبب حزنه قال: وأسفاه، صرت فقيرا، لقد ضاعت ثروتي، ويجب علينا جميعا أن نترك هذا المنزل الجميل ونسكن أحد الأكواخ في الريف. غضبت البنتان الكبيرتان غضبا شديدا عندما سمعتا هذا الخبر، وقالتا لأبيهما: كيف سنقضي أوقاتنا في الريف طول النهار؟ أما الجميلة فقالت: ما أجمل العيش في الريف بين الغابات والحقول والأزهار. ثم وجد الأب في الريف كوخا صغيرا له حديقة كبيرة، فذهبوا جميعا إليه لكي يعيشوا هناك. وراح الأب يعمل بنشاط في الحديقة، وصار يكسب من بيع فاكهة الحديقة وخضرها ما جعلهم يعيشون عيشا مريحا. وكانت جميلة مشغولة دائما أيضا، فكانت طباخة صغيرة ماهرة وبارعة في إدارة المنزل، وغسالة صغيرة ناجحة، وكانت تقوم بأعمال البيت جميعها بسرور عظيم. كانت جميلة دائما تغني وهي تقوم بأعمال المنزل، بينما كانت أختاها تجلسان والحزن ظاهر على وجهيهما، وكل ما كانتا تفعلانه هو الشكوى من الفقر والتحسر على الثروة. وفي أحد الأيام أخبر الأب بناته الثلاث بأن عليه أن يسافر إلى بلدة بعيدة لعمل من الأعمال، وأنه سيغوب إلى يوم التالي. وأنه سيغيب إلى اليوم التالي. ثم سأل بناته واحدة بعد أخرى قائلا: ما هي الهدية التي تريدين أن أحضرها لك معي عند عودتي؟ فقالت البنت الكبرى: أنا أريد ألماسا. وقالت الثانية: أريد لآلئ. بينما قالت جميلة: أرجو يا أبي أن تشرب لي باقة من الورد. ثم سافر الأب على ظهر جواده، ووقفت جميلة على عتبة البيت تلوح له بيدها مودعة وتقول: مع السلامة يا أبي الحبيب. في اليوم التالي أنهى الأب عمله وعاد قاصدا الكوخ، ولكن الظلام حل بعد أن قطع مسافة قصيرة، فضل طريقه لم يهتدي إليه، وراح يمشي ساعات في الغابة حتى رأى نورا آتيا من مكان بعيد، فظن أنه نور صادر من أحد الأكواخ، فذهب إليه على ظهر جواده ومسرور جدا. ولكنه عندما اقترب من النور وجد أن الأشجار تكون شارعة عريضة، فدخل ذلك الشارع مسرعا، وكانت دهشته عظيمة حين وجد نفسه أمام مدخل قصر كبير. كان باب القصر مفتوحا، لكن التاجر لم يرى أحدا، فدخل القصر ثم دخل غرفة على يمين القاع، كانت النار مشتعلة في موقدها، هناك رأى مائدة عليها عشاء لرجل واحد. كان التاجر جائعا، فقرر أن يأخذ جواده إلى الإسطبل أولا، ثم يعود إلى الغرفة، فإذا لم يجد فيها أحدا فاز بأكلة شهية. وعندما عاد من الإسطبل كانت الغرفة لا تزال فارغة، فجلس وتمتع بعشاء ممتاز. بعد العشاء شعر والد جميلة بالنعاس، فاجتاز القاعة ووجد أمامه سرير، فنام عليه نوما عميقا حتى صباح اليوم التالي. وعندما استيقظ لم يجد أثرا لثيابه، ولكن وجد بدلا منها بذلة مطرزة موضوعة على الكرسي، فلبس البذلة الجديدة التي لائمته تماما كأنها قد صنعت من أجله. ثم ذهب إلى الغرفة التي كان قد تناول فيها العشاء، فرأى المكان لا يزال خاليا من الناس إلا أن المائدة كان عليها فطور ممتاز، فتمتع بأكل فطوره ثم ذهب إلى الإسطبل لعناية بجواده. مر التاجر بحديقة ورد جميلة وهو في طريقه إلى الإسطبل، فذكرته رؤية الورد بما طلبته منه ابنته جميلة، فترك الممر وراح يجمع الورد. وبعد أن قطف الوردة الأولى سمع صوتا مخيفا آتيا من خلفه، فاستدار فرأى وحشا كبيرا. قال له الوحش الكبير بصوت كأنه الرعد: أيها الرجل الناكر المعروف، في سرير من نمت وطعام من أكلت وثياب من لبست، إنها لي جميعا، لي وحدي، وأنت ترد إلي معروفي بسرقة وردي، أنك سوف تموت. ظهر الوحش الكبير بمظهر مخيف جدا، جعل الرجل المسكين يرتعب،
ارتعابا شديدا، فركع على ركبته وتوسل الوحش قائلا: أرجو ألا تقتلني. فكرر الوحش كلامه قائلا: لقد سرقت وردي، ويجب أن تموت. فسأل التاجر المسكين يائسا: ألا يمكن أن ينقذني شيء؟ فأجاب الوحش: يمكن الإبقاء على حياتك بشرط واحد، هو أن تعود إلى هنا بعد شهر من الزمان جالبا معك أول شخص أو شيء تلتقيه وأنت عائدا إلى بيتك. لم يكن لوالد جميلة بد من الموافقة على هذا الشرط. بينما كان التاجر ابتعد عن القصر وراح يفكر في الوعد الذي قطعه الوحش، وتساءل محتارا: هل ستكون قطتي أول ما سيلاقيني عند رجوعي أم كلبي؟ ثم تذكر كيف وقفت ابنته الجميلة تلوح له بيده وهو يغادر المنزل، ومرت بذهنه فكرة مرعبة، فقال لنفسه: ماذا سيكون موقفي إذا كانت جميلة هي أول من سيحييني عند رجوعي؟ وبينما كان يواصل سيره، راحت هذه الفكرة تنمو عنده نموا متواصلا، وكلما ازداد اقترابا من منزله ازداد تأكدا من المصيبة التي ستحل به. ولما أصبح يرى كوخه، كان الرعب قد ملأ قلبه بحيث لم يجرؤ على رفع رأسه. كانت جميلة في ذلك الوقت تنتظر عودة أبيها العزيز، وهي واقفة على نافذة غرفتها، وعندما ظهر لها من بعيد شخص راكب جواد، خرجت من الكوخ راكضة، ثم قفزت فرحت إلى ممر الحديقة واندفعت إلى الطريق العام. كان الشخص وأباها العزيز عائدا إلى البيت، ولكن جميلة لم تستطع أن تعرف ماذا أصابه، فقد بدا لها أنه تعب جدا وحزين جدا. ركضت إليه وسألته قائلة: أبي حبيبي، هل أنت مريض؟ فأجابها: لا يا عزيزتي، أنا على خير ما يرام. ثم واصلت جميلة كلامها قائلة: ألست مسرورا لرؤيتي؟ وكان كل ما استطاع التاجر المسير أن يقوله لها مسرور. آه يا جميلتي الصغيرة، يا جميلتي الصغيرة. وعندما وصل إلى الكوخ، أخبر التاجر بناته بمغامرته وبوعده للوحش، ثم قال لجميلة: ولكنك لن تعودي معي يا جميلة مهما حدث لي. أصرت جميلة على القول بأن الوعد يجب أن يفي به الإنسان ما دام قد قطعه على نفسه، وأخيرا رضي أبوها أن يأخذها إلى الوحش في نهاية الشهر. كانت الأسابيع الأربع التي مرت بجميلة وأبيها مملوءة بالحزن، ومع أنهما واصلا قيامهما بعملهما كالمعتاد، فإن الغير